سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، كل شيء مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات، بغيت نشارك معكم الرجله بطريقتي. غادي نصايبها بطريقتي. غسلتها، نقيتها وغسلتها وقطعتها ودرتها في هذا الكسكس باش نفورها. وهنا البنات غادي نغطيها من الفوق، تاع الكسكس غادي نغطيه باش دغيا طيب. ودابا البنات راه صيبت ليها لاصوص ديالها، المطيشه مطحونه، قزبر ومعدنوس، الثومه والبصله والكمون والسكينجبير، البزار، الزيت، وعاد من بعد زدت شويه ديال الزيت ديال العود وشويه الخرقوم. وهنا البنات درت الشلاضه، المطيشه، البصله، الخيار والفلفله مشويه ومقطعه. وهذيك البنات فاش كنت كنقي الشلاضه، هذيك المطيشه كانت مغسوله وكل شيء، جمعت هذاك درت سميتو داك القشور ديالها وداك العصير ديال هذيك المطيشه، جمعتهم هو اللي طحنته ودرته في لاصوص ديال الرجله. وهنايا البنات راه عندي داك الفرنو، عييت ما نصيب معاه، كانت فات لي عليه الحريره شحال هادي والو، واخا تنحك المعان تيرجعهم ليا كحلين بصراحه قهرني. ما عليناش. والبنات هي الشلاضه غادي نديرها تبرد، غنخليها حتى غنحطها، ندير فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال شي شويه الزيت وشويه الملحه. ودابا البنات انا درت الشرميله الطيب ديال الرجله، ودابا حطيتها عليها، هي تفورات طابت مزيان. ودابا غنديرها تشرمل هنايا وصافي. وحتى درتها هنا عاد جزت شويه زيت العود، راه غير ما صورتهاش، جا واحد المذاق فيها زوين بزاف. وكنت انا كنصايبها وكنتصنت للدكتور الفايد على الفوائد ديالها، قال بلي خصها تخاد خضره، تخاد في الشلاضه، تخاد عصير، بحال هكا كتستافد منها اكثر وفيها بزاف ديال الفيتامينات. وهنايا البنات صافي راه ما بقى ليها والو، غتنشف غير شي شويه وغادي نحيدها. عجبتني المذاق ديالها زوين، في واحد الحموضه سبحان الله، الله زوينه زوينه. وصافي البنات ها هي صافي، راه وجدات، راه جات زوينه البنات، عرفتي حمقاتني، عجبتني بزاف. وصافي حطيت غير انا وريده نتغدى، وغير انا ولدي الصغير، الوليدات الاخرين كانوا مازال ما ياكلوش. وصافي المهم هذا هو غدانا، والخبز غير شيتو، ما قدرتش نشعل الفران، ما قدرتش نعجن، كينصهد بزاف.